اهم لحظه في حياتي، وانا واقف وقاعد بقول الحمد لله ان انا عشت عشان اشوف هذا اليوم، لانه لما كنت بشوف في كتب التاريخ اجدادنا اللي بنوا قناه السويس وماتوا وهم بيبنوها، لما نشوف قناه جديده تعانق القناه القديمه، هذا المشهد لا يمكن لحد انه يشوفه بشكل جيد وبشكل ملحوظ الا من فوق. انا حاسس ان انا بحلق بجناحين فوق اهم حلم يتعلق به المصريون الان، وهو حلم قناه السويس. انا شايف احنا علمنا الناس فعلا انه كيف يمكن ان نحول المستحيل الى ممكن، لانه ما كانش في حد يتخيل انه حكايه سنه يعني يتحقق هذا الانجاز، بس واضح ان حكايه السنه دي يعني هتبقى الشعار في الانجاز. بقول للناس تعالوا الى هذا المشروع العملاق، ان شاء الله الافتتاح يتحول إلى احتفال ضخم، لكن الأهم هو ما بعد الافتتاح وما بعد الاحتفال، إن احنا نعمل ده تاني، نشق أكتر من قناة، نعمل أكتر من مشروع قومي، نحقق أحلامنا ونتخلص من اليأس والإحباط ونتجه للمستقبل. مع قناة السويس الجديدة إن شاء الله هنتجه للمستقبل.